أحب أذكركم معاكم الأستاذة بدور المجادي، معلمة لغة إنجليزية في ثانوية بيان وعضو في فريق بريق. انطلقنا معاكم في حملة تحدد أهدافك Discover Your Purpose. هذه الحملة تتضمن 7 تمارين تم إعدادها بالتعاون مع جامعة بيركلي في أمريكا، وهذه التمارين بلشنا معاكم لما وصلنا حق التمرين الثالث. الحين راح أذكركم في هذه التمارين على أساس اللي ما طبقها يمديكم تطبقونها على هاشتاغات اللي موجودة تحت. التمرين الأول اللي عطيناكم إياه قلنا لكم روحوا بحثوا عن مواطن قوتكم، روحوا تعرفوا عليها، سألوا ناس تثقون فيهم شنو مواطن القوة اللي موجودة عندي. التمرين الثاني أو التحدي الثاني قلنا لكم روحوا كتبوا لنا عالمكم المثالي وشنو انتوا راح تسوون علشان تحققون هذا العالم. بعدين قلنا لكم ابحث عن القيم، شنو القيم اللي انتوا تتحلون فيها، القيم اللي تحرصون ان تكون موجودة في حياتكم. كمثال اكتشفت والله خلال موقف ان انا صبورة، ان انا اسامح الناس بسرعة، فإن أنا أيضاً مواطنة رائعة، إن أنا وطنية. فأي قيمة موجودة عندكم هذه القيم تعرفوا عليها، بحثوا عنها، تذكروا مواقف شنو القيم اللي تمتلكونها. أهلاً أهلاً أستاذة خلود. فلا تنسون اللي ما طبق التمارين اللي عطيناكم إياها التحديات الثلاث يمديكم تطبقونها على الهاشتاغات اللي حطيتها لكم تحت. شاركوا معنا، في انتظار الحين ضيفنا الأستاذ أحمد. نشوف ضيفنا إذا موجود. في انتظار الضيف، على ما يوصل ضيفنا وانتو تبحثون عن القيم شاركوني في قيم ممكن تلهموني فيها أنا لح ما فكرت فيها، أو ممكن اللي قاعدين يقرون حاليا يستفيدون من هذه القيم ما يتعرفون عليها. يعني أنا قلت لكم مثلا الصبر، أن أنا أسامح. أهلا جيهان حبيبتي، أهلا شيختنا. شنو القيم اللي تتحلون فيها؟ شنو القيم اللي انتوا تشوفونها موجودة في حياتكم؟ وصل ضيفنا. اهلا، هلا والله. فلا تنسون في حملة تحدد أهدافك احنا قاعدين نمشي معاكم خطوة بخطوة على أساس توصلون حق أهدافكم. أهلا أستاذ. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة، تقبل الله أعمالك. منا ومنك يا رب صح الأعمال. كيف حالكم؟ طيبين الحمد لله، كلنا بخير. خل أعرف الجمهور فيك أستاذ. أستاذنا اليوم ضيف فعال في وسائل التواصل الاجتماعي في السوشيال ميديا، باحث دكتوراه في علم النفس التربوي، متميز في نشر الإيجابية على حسابه الشخصي في الإنستغرام. أبرزت أستاذ القيم وصلت الضوء عليها، معنا الأستاذ أحمد بوعركي. أهلا فيك. الله يحييك يا بجيس، طبعا شاكر لك على هذه المقدمة، يعني التعريف البسيط. عسى الله يحفظكم، وإحنا جزء من مجتمعكم الإيجابي. يشرفنا وجودك أستاذ. خل أقول لك معلومة بس، إن إحنا لما طبقنا تمارين بريق مع الطلبة بالصف قلنا خل نسوي فولو حق الناس اللي إحنا نشوف إنه يضيفون في حياتنا، ومو مجاملة أستاذ ولا عشان قدام الجمهور. حسابك أنا أحرص إني أتابعه أول بأول لأن أستفيد منك كمية إيجابية وأعدل تفكيري، ودايما أميل حق التفكير الإيجابي أكثر. بس أقرأ اللي تكتبه عن علم النفس التربوي، شيء جدا جميل جدا رائع. الله يرفع قدركم، يعني هذه شهادة اعتز فيها للأمانة، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن
يعيننا اول شيء على نقدم شيء جميل، وهذا الشيء الجميل يكون نافع للناس باذن الله. بإذن الله إن شاء الله، وإن شاء الله اليوم بعد متابعينا يستفيدون معنا. أستاذ، تابعت حلقات بريق السابقة؟ طبعا تابعت الأمانة مو كلها، بعض منها انزين، وتابعت ايضا التحديات اللي طرحت في اللقاءات سواء مع الاساتذه او الاستاذه. صراحه ما يحضرني، كنا بنت الحربي اذا ما خاب ظني، وثاني استاذ صراحه ما يحضرني شو اسمه، لكن كان اللقاء وايد ممتع وجميل، وفي نفس الوقت التحديات وايد اثرتني انا شخصيا، انا استفدت منها. واحنا بعد يعني نطبقها ومستانسين ترى مع الطلبة، احنا نطبق على نفسنا قبل لا نطبق معاهم، لان شيء يساعدنا نفكر بطريقة مختلفة، بطريقة اكبر شوي حق المستقبل. استاذ، اطبق معك التحدي اللي طاف. يلا بسم الله. التحدي اللي طاف قالوا ابحث عن القيم، شنو القيم اللي انت في حياتك تتميز فيها؟ طيب سؤال جميل. القيم اللي يشوف أحمد بوعركي، في أحمد بوعركي يرى فيه أنه هو طموح، يعني أفكاره مبعثرة لكنها أفكار بإذن الله إيجابية. هذه الأفكار تصب في شيء اسمه مثابرة، أي أن حول هذه الفكرة إلى تطبيق، يعني ما تصير تظل الفكرة ولو تسجلت، يعني أسجلها على جنب ويمكن سنوات الجاية الأيام الجاية أطبقها. فإذا الأولى أرى نفسي أن طموح، شغف، عندي طموح وشغف أكبر، يعني الشريحة اللي بيوصلها أكبر من كذي. وهذا على الطاري، يعني كان من ضمن أهدافي أول ما بديت أن أنشر الإيجابية حول العالم، مو بس الكويت، حول العالم، ونسأل الله واعتقد سبحانه وتعالى وصلت أن يعيننا. تقريبا، قعدت توصل استاذ، يعني انا اشوف ترى متابعينك ما شاء الله من ترى دول مختلفة مو بس من الكويت، فانت قاعد تحقق جزء من هدفك اللي تبي توصل له. ان شاء الله احنا نسال الله سبحانه وتعالى انه يعيننا، بس انه يعطينا الصحه والعافيه عشان نقدم هالايجابيه للناس. ان شاء الله ان شاء الله يا رب، امين كله بصحة وعافية يا رب. امين امين موضوعنا اليوم مثل ما شافوا الجمهور موضوع يعتبر تمرين من تمارين بريق اللي نطبقها داخل الصف. خل أعرف جمهورنا الجديد في برنامج بريق قبل لا نطرح التمرين. برنامج بريق برنامج تربوي قيمي يحرص على نشر ثقافة التفكير الإيجابي عند الطلبة، ولاحظنا من بدينا نطبق التمارين هذه مع الطلبة اللي مبنية على أبحاث علمية مثبتة، هذه التمارين بس بلشنا نطبقها مع الطلبة قلت نسبة الغياب، قل الشغب داخل نعم. المدارس، زاد التحصيل العلمي عند الطلبة، لأنه يحتاجون في حياتهم هذه الجزئية اللي جدا مهمة، علم النفس الإيجابي والتفكير الإيجابي. واحد من هالتمارين اللي أنا وايد أحبه وايد أحب أطبقه اسمه شاهد أخبارا سار، يا سلام. وايد حلو. وفي هذا التمرين قبل ما نتكلم فيه نركز وايد على التفكير الإيجابي. بس استاذ، بما أن أنت مختص في هذا الموضوع، خلينا نستفيد منك ومن معلوماتك وخبراتك وتضيف لنا، شلون يصير، شلون يحدث التفكير الإيجابي؟ ممتاز، سؤال جميل جدا وفي نفس الوقت ممتع. انا احس يعني الواحد لما يعرف تفكيره وشلون يفكر جو ثاني مختلف تماما. لكن انا سؤالي قبل لا اجاوب على سؤالك، متى اخر مره فكرتوا؟ بشكل إيجابي ولا فكرنا بس فكرنا بشكل عام، بشكل، بشكل عام متى اخر مره فكرتوا؟ كلنا نفكر، دايما نفكر، بشكل عام، مستمر على طول التفكير شغال، حتى نحن نايمين التفكير شغال صح؟ دايما صح. تمام. وهذه طبيعه الله سبحانه وتعالى اللي حطانا فيها، حطها في ذهوننا. لكن الجواب لسؤالك الله يحفظك، شلون يحدث هذا التفكير؟ هل في مره فكرت بيني وبين نفسي اقول شلون انا افكر؟ ما اقصد في الاتجاه يعني سلبي ولا ايجابي، لا اقصد البروسس شلون قاعد يمشي. ابسطها لك، راح ابسطها بخمس خطوات سريعه. تمام. الاولى، يحدث التفكير عند الانسان ب سويتش يدقها سلف. شنو هذه السويتش اللي يدق تفكير سلف؟ هي الفكره، الافكار. والافكار اللي تحول حول الانسان تاتي عن طريق خمس طرق. يعني شنو؟ يعني اي شيء نشوفه فهي فكره، اي شيء نسمعه فكره، اي شيء نشمه فكره، اي شيء نذوقه فكره، اي شيء نلمسه فكره. اوكي تمام؟ الان احنا ما نصنف الافكار ايجابيه ولا سلبيه، لا احنا نشوف شلون نستقبل الافكار الافكار. بشكل عام، شلون الانبوت مالي ها؟ فالانبوت ياتي عن طريق الحواس الخمس للانسان.
نزيد عليهم واحده سادسه هي التفكير الداخلي، اللي واحد قاعد بينه وبين نفسه ويفكر، داش في عالم، داش في مشروع، في خطه، في اي كان. فلما تحدث هذه العمليه، الفكره تدخل، يشتغل عندي عمليه التفكير. عمليه التفكير تصير مثل الاخطبوط، شفتي راس الاخطبوط بعدين ريوله ثمانيه، نفس الشيء يحدث داخل مخ الانسان. ريول الاخطبوط هي اللي تسحب المعلومات المطلوبه للفكره الرئيسيه. مثال اعطيكم تجربه الان لايف، زين انت لك وللمتابعين، ويا ريت تشغلين الكومنت، يلا تمام، نبي منكم التفاعل. صار اكتب لي صار، ما صار قول لي ما صار، زين. يلا بسم الله، احنا بندخل الحين فكره عن طريق اللايف اللي احنا موجودين فيه، انتم في بيوتكم احنا في بيوتنا. الفكره تقول لا تفكر بحصان اسود. الكل طلع عنده حصان اسود، سواء حصان صغير، حصان كبير، ها قاعد يركض في المزرعه، قاعد في الصحراء مربوط، طلع لك الحصان الاسود. شو اللي صار؟ لا تفكر في حصان اسود. المخ مباشره داخل العقل، داخل مخ الانسان، طلع ملف، فتح ملف اسمه ملف الحصن اللي عندي. شنو صور الحصن انا شفتها طول حياتي؟ صارت داخل. انزين اسود، شنو الاشياء السوداء اللي في حياتي اللي انا شفتها من اشياء، جمادات، اشكال، حيوانات، انتم كرامه والسامعين، يكون هني يسحب لي هالمعلومه. فالمخ عمليه التفكير تسحب لي المعلومات المربوطه بالفكره الرئيسيه. من بعد ما تاتي هذه الافكار يحدث شيء اسمه مشاعر. المشاعر ترتبط بالفكرة، فإذا أنا أقول لك الحين أستاذة بدور، شنو أحلى موقف في حياتك؟ أوكي، على طول يطرب بالي أشياء. إيه طرب بالك، أنت ابتسمتي الآن، مشاعرك وايد حلوة. أنا ما قلت شيء، أنا بس قلت شنو أحلى موقف حصل في حياتك. فالمشاعر مربوطة بالفكرة. طيب هذه المشاعر الآن تتحول إلى سلوكيات، تخرج أوتبوت. الاوتبوت مالنا عن طريق تعابير الوجه، عن طريق الايدين، عن طريق الجسم. فاذا كانت ابتسامه، تكشيره، زعل، بكاء، وهذه كلها عباره عن اوتبوت. فهكذا يحدث التفكير. فانا اليوم لما سالتي انت اول شيء شاهد اخبار شنو؟ ساره. اخبار ساره. مشاهده الاخبار الساره لا يعني اني انا بس افتح التلفزيون وادور على الاخبار الساره. لا، الاخبار الساره هو ما يحدث في حياتك كلها. وممكن اشياء تحدث في حياه الاخرين عن طريق القراءه، عن طريق الاطلاع، عن طريق السؤال. هذه كلها عباره عن اخبار تدخل في المخ، فتحدث عندك هذه المشاعر الايجابيه، فتخرج على سلوكيات ايجابيه. ابسطها كلها، هي فكره، مشاعر، سلوك. فكره ايجابيه، مشاعر ايجابيه، سلوك ايجابيه. والعكس. ممتاز، جدا جميل. انزين، الافكار الايجابيه قلت ان انا مثلا اشوفها في الناس، اشوفها في اللي حواليني، اشوفها في نفسي. ممكن شلون انا احمي نفسي واشاهد فقط الاخبار الايجابيه، ما اشاهد الاخبار السلبيه؟ ممتاز. او مثلا متابعينا كطلبه شلون هم يحمون نفسهم؟ ممتاز، احنا نبي نقول شلون نحمي نفسنا من الاخبار السلبيه. ايه تمام. الانسان بطبيعته يعيش في عالمين، يعيش في عالم ايجابي وسلبي، تحدث احداث حواليه يا اما ايجابيه يا اما سلبيه. تمام. دوري الان انا كشخص، كانسان، لي طريقتين. الاولى اني انا ابحث عن الاخبار الايجابيه، ادورها، انا اسعى، انا اروح لها، اتابع اشخاص في الانستغرام مثلا، اطلع على الجريده، لو افتح جريده اروح حق الاخبار الحلوه اللي احبها انا. تمام. نفس الشيء اشاهد افلام مثلا وثائقيه او شخصيات عالميه او تاريخيه، انا اذهب للفكره الرئيسيه الايجابيه اللي ابيها. هذه واحد. اثنين، حماية ذاتي من الأخبار السلبية وأعيش بالأفكار الإيجابية أو الأخبار الإيجابية تأتي عن طريق حسن الظن، أي أني أشوف الخير في الشيء الشين. أوكي. تمام. أحداث مثلا كورونا لا سمح الله، الحين هذا احنا الأزمة الموجودة كلنا عايشين فيها، زين لو أسألك شنو استفدت من هذه الأزمة أو شنو القيمة اللي أنت طلعت منها؟ فالواحد يقول لك والله هي خلق الله سبحانه وتعالى، اعرف عظمه الله سبحانه وتعالى. شوف التفكير وين راح، احنا في ازمه. لذلك الله سبحانه وتعالى قال في القران الكريم ليبلوكم ايكم احسن عملا
فاحنا ندعو الله سبحانه وتعالى: يا ربي اذا ابتليتني اعني على اني انا احسن العمل. وحسن العمل تاتي يعني ايجابيه، تاتي يصير ايجابي، تصير تفكيرك الايجابي مو بس لك، ايضا تاثر على حواليك الموجودين. تمام. انزين الحين هم حموا نفسهم، حموا اللي حوالينهم، يبي يأثرون مثل ما قلت في اللي حوالينهم، شلون راح يعني الحين كشيء بسيط بالبيت شنو يقدرون يسوون علشان ينشرون هذه الأخبار السارة؟ الحين متابعتهم لللايف هذا تأثير ولا مو تأثير؟ صح، تأثير. اليوم أنا سمعت كلمة حلوة في اللايف مثلا، قريت لي معلومة في كتاب، أدور في جوجل مثلا خبر حلو، أروح أنشره في البيت. يمه يباه، تصدقون والله عندي لكم خوش معلومة، خوش خبر اليوم قريته. إحنا شنو أعطيناهم؟ أول شيء تشويق إيجابي. شنو يا وليدي؟ شنو يمه؟ قول لي. فيبدي الولد يقول الحين المعلومة أو الفائدة. زين، فهي التأثير يأتي عن طريق المعلومة الإيجابية والتفاعل الإيجابي معها. يعني تخيل السادة بدور، الحين أنا قاعد بمكاني هنا وأقول لك تصدقين أن عدد الشفاء في العالم 100,000، ما لها أثر، ما لها، تحسينها معلومة عادية صح؟ صح لكن أقول صح تصدقين السادة بدور اليوم يا اخي قريت خبر من مواقع ازمه الكورونا، لقيت شيء صراحه فرحني وايد. لقيت ان عدد الاصابات في العالم تعدت ال 200,000، وهذا شيء وايد زين. هذا شو يصير؟ تفاعل الناس شو يصير فيه؟ غير غير توصيل المعلومة غير. هذا هو التاثير. أصلاً أنا حسيت بالشعور، كنا قاعدة شيء عظيم كبير. هذا هو التأثير. شنو يعني؟ أنقل الفكرة والمشاعر الإيجابية اللي عندي حق الناس اللي قدامي. إذا أنا ما أعطيتها حقها من تفاعل ومن معلومة صحيحة وطريقة التوصيل تكون جميلة، ما راح توصل هذا التأثير. لكن لابد أن يحدث هذه الطريقة عن طريق المعلومة والأسلوب والتفاعل مع المعلومة حتى يصل التأثير الإيجابي. إنزين الحين عرفنا شلون متابعينا يقدرون يسوون ينشرون الأخبار السارة، وإحنا في حملة حدد أهدافك قاعدين ننشر الأخبار الأشياء الحلوة عن طريق اللايفات اللي قاعد نسويها والحملة والتمارين اللي نعطيها حق الطلبة. بالنسبة لك أستاذ أحمد بوعركي، أنت شنو قاعد تسوي عشان تنشر الأخبار السارة؟ بالنسبة لي الله يحفظكم، لي جدولي الخاص أو الطقوس الخاصة داخل البيت. من بينها لازم يوميا أقرأ لي شيء من كتب. تمام، البحث في القراءة والبحث في المعلومة والتعمق فيها يعطي فتح مدارك لمخي ويعطيني جانب إيجابي حلو. تمام، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لازم أمارس رياضة، كانت صغيرة كانت كبيرة أيا كان، على حسب الوقت والجهد. تمام، ليش الرياضة؟ لأنها راح تفرغ الضغوط النفسية اللي فيني، السلبية اللي فيني. فلما أي فرش الآن أقابل فيها الناس في اللايف مثلا، ولا أقعد مع أهلي، أقعد بنفسية حلوة، ما أقعد مكشر وعاقد النونة وماد البوز. تمام، الأمر الثالث الله يحفظكم، هو أعطي وقت من جزء من يومي كيف أوصل هذه المعلومة. يعني توصيل المعلومة الآن صار فن وليس مجرد قول فقط، لا لا، اوصلها يا اما بوست انستغرام، يا اما فيديو اسوي اتعب عليه مثلا، يا اما لايف معاكم مثلا، يا اما قصه اقولها حق عيالي في البيت. تمام، وهذه طرق مختلفه الان نوصل فيها الاخبار الايجابيه اللي في حياه احمد بوعركي، كذلك حياتكم، كل واحد له طريقته وابتكاراته. انزين الحين عرفنا احنا شلون ننشر الاخبار الساره، واتمنى الكل يسوي هذا الشيء ينشر اخبار ساره. في استاذ احمد بحياتنا، سواء اذا صادفك احد من اهلك، احد من اصدقائك، في ناس تعيش في قلق دائم، وهي دائما تروح تبحث عن الاخبار السلبيه سواء دقيقه او لا، وهي عايشه في هذه الشخصيه عايشه في قلق دائم، خاصه في ظل الظروف الاستثنائية اللي قاعدين نمر فيها، زادوا في ناس كذي قاعدين يدورون الأخبار اللي مو حلوة وينشرونها. شلون نتصرف مع الناس اللي كذي في حياتنا؟ شلون نتصرف معاهم ولا شلون يتصرفون مع ذواتهم؟ الآن لا لا، احنا شلون نتصرف؟ احنا شلون نتصرف عشان نحميهم ونحمي نفسنا؟ ممتاز ممتاز. أنا أعطيك بشكل سريع أستاذة واحدة من الشخصيات السلبية الخمسة،
تمام؟ تمام في عندنا في حياتنا 5 شخصيات سلبية داخلنا احنا كلنا، انا وانت والمتابعين كلنا، وزائد عليهم 3 إيجابيين موجودين راح نتكلم عنهم شغله. تمام الخمسه عفوا السلبيين، واحد اسمه، طبعا انا مسميهم مسمياتي الشخصيه، واحد اسمه القاضي، الثاني اسمه المتذمر، الثالث اسمه التمساح، والثالث الرابع عفوا اسمه المهرج، والخامس اسمه المدمر. هذول كلهم موجودين في حياتنا حوالينا. حلو؟ ما راح اتكلم عنهم كلهم، راح اتكلم عن واحد. اللي هو اتشوقت منو؟ اصلا اعرف المتذمر. شلون؟ المتنمر، اتشوقت بعدين المتذمر. ابي اعرفهم. ايه تمام راح نشوف الحين، زين؟ المتذمر. المتذمر هذا منو؟ هذا اللي بس يقعد يتحلطم ويتقرطم او يبحث عن الاخبار السلبيه في حياه الناس وفي حياته. تمام؟ هو مدمن هذه الاشياء، يجد سعادته وراحه ذاته في هذا الموضوع. تقول له شوف الخير ترى في المكان، ترى صار كذي شيء حلو، يقول لك وين والحلو وين؟ هذه قطره في بحر سلبيه. كذي كذي حياته. الله يعيننا عليهم ويعيننا على نفسه. هذا شلون اتعامل مع القلق والمتوتر والدائما ينشر اخبار سلبيه؟ اتعامل معاه ب4 طرق رئيسيه. 1، اني اتحدث عنه ولا اتحدث عني. شنو يعني؟ يعني ما اقول له انا اليوم انجزت، لان راح يدور السلبيه في انجازي. تمام؟ اوكي لكن لما اقول تمام له شنو انت انجزت؟ ما راح ينتقد نفسه. اوكي تمام؟ فاذا انا وخرت الان السلبيه عني، وفي نفس الوقت حجمت السلبيه في ذاته هو. هذه 1. 2، انصحه واذكره. لازم انصح واذكر. انت مو ايجابيه هذا بدور؟ صح والناس ايجابيين، اذا دورنا احنا شنو؟ دورنا مو بس نشر ايجابيه، ايضا نذكر الناس ترى في هناك ايجابيه، عيشها استمتع فيها. حلو؟ استمتع بالحياة فذكر. صح طبعا الله سبحانه وتعالى قال: فذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين. ما تدرين لعل كلمه تغير حياه انسان. وهذا دور الايجابي. فاذكر وانصح دائما. رقم ثلاثه احول الحوار الى علاج. شنو يعني؟ احمد بعرك اليوم قاعد يتحلطم على الاجواء وعلى الاوضاع بشكل سلبي. تمام؟ جت له بدور وقالت له: زين احمد، شنو تتوقع الحل في هذا الموضوع؟ انت شنو رايك من حلول موجوده؟ احنا ايش سوينا في السؤال والحوار؟ الان عكسناه من النظره السلبيه اللي هو قاعد يشوفها فيها الموضوع، الى انت حولتي النظره الايجابيه انه يشوف الموضوع. فمخه سوينا له سويتش اون حق الافكار الايجابيه، فيبدا يفكر يقول والله لو انا كنت صاحب سلطه وصاحب الصلاحيه كان سويت 1 و2 و3، فصار حواره شنو؟ إيجابي، ايجابي. إيجاد حل. شلون صار هاي كله؟ ترى بسؤال واحد بس، متى تتحين السؤال ومتى تكون مركز معه؟ هني دورنا احنا نكون اذكياء ونتذاكى على السلبيين الموجودين حوالينا. تمام؟ فالامر الثالث هذا، الرابع بشكل سريع اني اتعلم من سلبيته اني اكون، لا اكون سلبي انا مثله. تمام؟ فالانسان تمام اللي يتذمر ويشكي ويقول اشياء سلبيه في حياته، تلاقين في حواليه ناس وايد، في علاقات اجتماعيه كثيره، لا الناس ما تبي تسمع كلام مو حلو، ما يعدل مزاجها. تبي الواحد اللي يمدح ويقول كلمه حلوه، ها، ويشجع ويدعم. فانا اتعلم من هذا النموذج ان لا اكون نفس هذا النموذج في حياتي. حلو، وايد حلو. هذه شخصيه انزين، من 5 شخصيات. وايد حلو. انزين، انت ذكرت ان في انواع ناس ايجابيين، شنو انواع الايجابيين؟ خلينا نعرفهم. اي سالتي سؤال جميل الان. الايجابيين في حياتنا ساده بدور، وهي منوعه الى 3 اقسام، او خلينا نسميها تنقلات. تمام؟ فدائما الانسان اللي بيكون انسان ايجابي او بيخطو الخطوه الاولى يكون في المستوى الاول. شنو هذا المستوى الاول؟ احنا نسميه ايجابي ذاتي. شنو يعني؟ يعني انه يحكر الايجابيه في ذاته، يعيش الايجابيه في ذاته، ما يشارك فيها الناس، ما يتعامل مع الاخرين بطريقه ايجابيه، لكن هو مستمتع فيها داخل بينه وبين نفسه. مصدر الايجابيه بالنسبه له، وهذه معلومه، ان الايجابيه لها مصادر منوعه، وكل واحد فينا ياخذ المصدر اللي يحتاجه في يومه.
هذا النوع من الذاتي يأخذ الإيجابية من مصدر واحد فقط، من وين؟ يا إما شيء يعتمد، يا إما شيء يفكر فيه، يا إما شيء يقرأ، يا إما شيء يسمعه، يا إما شيء يشوفه، يا إما شيء يمارسه. تمام؟ فإذا مصدر إيجابية واحد، إذا أحد تدخل في حياته الآن في هذا الوقت، تدخل معاه ينقطع المصدر الإيجابي، فيعود هذا الإنسان إلى ذاته داخلي، يتقوقع مثل القوقعة، يدش داخل قوقعته. تمام؟ تمام. الأمر الثاني أو المستوى الثاني هو المستوى الفعال، وهي أعلى من مستوى الذاتي. الفعال الإيجابي الفعال هو الذي يفعل الإيجابية في الأجواء. تمام؟ هو الذي يفعل الأفكار، هو الذي تلاقينا ينشر يساهم في نشر الأخبار الإيجابية، لكنه ليس قائداً. يعني لحد الحين هو ما صار قائد للإيجابية، هو تلاقي شنو؟ هو الدينامو. لما تقولي له سوي الفكرة الفلانية، تلاقينا حاضر، تم، أبشر، يبادر في عمل الخير. مثل ما احنا قلنا يعني، وخاصة الحين في رمضان، أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، لما اجمعين. أحد يرسل له مثلا تبرع لأيتام، حلو؟ فتلاقي هو تمام. يتفاعل مع هذا المسج ويروح يتبرع، لكن مو هو اللي قرر من داخله من البداية بالأساس إن أنا بروح أتبرع، لكن هالمسج لو مو واصل له تمام، ما تبرع، ما تفاعل. واضحة الفكرة؟ أما واضح. المستوى الثالث للإيجابيين، وهو المستوى المغير، الإيجابي المغير، هو الذي يصنع الإيجابية في حياته وفي حياة الآخرين، هو الذي يحول السلوك السلبي إلى إيجابي، هو اللي يرسم الابتسامة على وجوه الناس بكلمة حلوة، بموقف طيب، بقصة جميلة، ها، بسلوكياته، بنفسيته. يا أخي بدون لا يتكلم تلاقي بس نفسيته حلوة، الناس تشعر بالإيجابية بسبب هذا الشخص. فعندنا ثلاث مستويات: الذاتي، الفعال، المغير. هذول كلهم من وين يو؟ من وين يو؟ هو طبقهم النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وفي سيرته وفي تعاملاته مع السلبيين اللي كانوا حوله في ذاك الوقت. لقول النبي عليه الصلاة والسلام، سمعوا هذا الحديث زين، سمعوا هذا الحديث زين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا، والمنكر هني سلبي، شيء مو زين، شيء غلط، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. التغيير الآن، أنا صاحب قوة، صاحب سلطة، أبو، مدير، ها، عندي صلاحيات أغير بيدي، فهو المغير رقم واحد، المستوى الأعلى. فإن لم يستطع، ما قدر، فبلسانه، فيكون فعال، يتفاعل بكلمة، نصيحة، توجيه، تنبيه، تذكير، فبلسانه. فإن لم يستطع، ما قدر، يبقى هذا واحد يبقى على قولتهم كافي خير شر، فبقلبه. آخر واحدة فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان، أن تنكر السلبية على الأقل بذات بداخلك. لا نشجع على هذه السلبية، لا تقول شي داخلك الله حلو هذه السلبية أو هذا الفعل، لا، انكره. وذلك أضعف الإيمان، لأن إنكارك له في القلب راح يعينك بعد الله سبحانه وتعالى أنك تنتقل إلى المرحلة الفعال ثم المغير. وايد حلو، وايد جميل، استفدنا منك استاذ. خليني اسالك اخر سؤال، في اشخاص ايجابيين بحياتك انت استفدت منهم؟ طبعاً ما في انسان ايجابي، ما في اشخاص ايجابيين بحياته، في كثر، واسماهم واعلاهم هو النبي عليه الصلاه والسلام: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. فهو المصدر الرئيسي في حياه احمد بن عرفي المفروض وغيره، لان تفاصيل حياته كلها، قعدته، قومته، روحته، مشيته، كل شيء موجود بايجابيه. لن تجد سلبيه في حياه النبي عليه الصلاه والسلام اذا كنت تبحث عن الايجابيه. تمام؟ الامر الثاني، هناك قدوات، والقدوه تختلف عن الاسوه. القدوه اني انا اخذ من بدور مهارتها ما شاء الله في اللغه الانجليزيه، فاتعلم منها الانجليزي، لكن ما ادري شنو حياتها الرياضيه، العباديه، ما اعرفها، ما ادري، فانا اخذ منها ما تتميز به. فهذه القدوات، فالقدوات اليوم لازم تكون موجوده. فاحمد بوركي عنده قدوات موجوده، عنده شخصيات في حياته، شخصيات تاريخيه يبحث فيها ويتعمق فيها ويطالع سلوكياتهم. الأمر الثالث، وراح تنصدمين في هذا الشيء، الأمر الثالث، الأطفال في حياة أحمد بن عرفي. ما شاء الله،
شنو شلون الأطفال تتعلم منه؟ شلون أتعلم من الأطفال؟ الأطفال اللي هال إيجابيين بطبيعتهم، يزعل بسرعة ويرضى بسرعة. تواجدك معاهم، تقعد معاهم، تسولف معاهم، تشوف ردات فعلهم الحلوة، هذه بحد ذاتها إيجابية، مصادر إيجابية. فاليوم اللي بيته عنده يهال صغار، 3 سنين، 4 سنين، 6 سنين، 8 سنين، 10 سنين، ترى هو بنعمة كبيرة. ما عليه انه بس يطالع يراقب. فحياة الإيجابية تتكون من مجموعة مصادر. زائد نضيف عليها شيء بسيط، اليوم احنا كلنا معلقين في الأونلاين. فتابع الأشخاص الإيجابيين، اسأل عنهم، ابحث عنهم، يعني راح يعطونك الكثير، يعطونك الكثير. ومن بينها يعني أنا أذكر واحدة من الحسابات، طبعا حساب اسمه الأخبار الإيجابية. هذا واحد من الأصدقاء قرر أن يسوي له صحيفة، جريدة أونلاين، لكنه بمنظور مختلف، فقط ينشر الأخبار الإيجابية، ما فيها ولا خبر سلبي، يا إنجازات يا أفكار مبدعة يا مدري إيش، كل شيء إيجابي. اسمه أخبار، الأخبار الإيجابية، حق عبد الله الجدعي، عسى الله يذكره بالخير. ويعني هذا من ضمن الأونلاين. فاليوم المصادر لازم تتنوع في حياتكم وحياة الآخرين. يعطيك العافية أستاذ، ما قصرت. خليني أقول حق الجمهور، تدرون ترى يعني أنا من بلشت أوقف أطالع الأخبار السلبية، الناس قامت تقول لي أنت يعني شلون تنعزلين عن العالم، ما تبي تعرفين شنو بيصير بالعالم. اللي ما يعرفون الناس أن إذا أنا ما خذيت الأخبار الموثوقة من المصادر الموثوقة، الأخبار الباجية ترى ما فيها دقة وأحيانا ما فيها مصداقية. ليش أنا أتعب نفسيتي وأتابع أشياء تأثر علي سلبا؟ إذا أنا شفت هالشي يأثر علي سويت له أنفولو، سويت له بلوك. فأنصح إذا شي أنتوا تتابعونه بس وتدرون إنه يضايقكم، شيلوا من حياتكم، شيلوا من الإنستغرام، من تويتر، من أيا كان. صدقت السادة بدور. نعطي تدريب صغير اليوم حق إخواننا المتابعين والمتابعات. اليوم سكر الواتساب ساعة، ما أقول لك لا تستعمل تلفونك، لا، بس الواتساب سكره ساعة، وقيس نفسيتك قبل الواتساب وبعد الواتساب، راح تلاقيها فرق 180 درجة. ليش؟ لأن هناك سرعة في الأخبار السلبية تنتشر عن طريق الواتساب، وإحنا نفتح نقرأ ما نعلم مصدرها مثل ما تفضلتي، ولا نعرف منو قايلها. فممكن واحد قاعد فاضي ما عنده شيء بيخرب على الايجابيين داخل بيوتهم، يكتب هالمسج ويدزه حق الكل. فاليوم صح. تقطع هذه الواتساب ساعه، نص ساعه، ربع ساعه، كيفك. بس راح تلاحظ ان هناك فرق في النفسيه وفي راحه في التفكير، راح تحس نفسك غير، تحس يومك يعني هادي، حلو، ممتع. استاذ عندنا تمرين ما ادري سمعت عنه ولا لا، في بريق اسمه انقطع عن وسائل التواصل الاجتماعي. طلبت من طالباتي ينقطعون عن النت، يسكرون النت بالتليفون بكبره والواي فاي مدة يومين. يومين الله يعينهم. في منهم قدروا وانا سويت معاهم التمرين. سبحان الله كل شوي ارفع تليفوني اشوف ماكو نت ارد احطه، خلاص تعودنا احنا نمسك التليفون ونرد. فتمرينك بسيط، ساعة ما طلب يومين، كم ساعة. جربوا بالتدريج شوي شوي ننقطع عن وسائل التواصل الاجتماعي. عفوا، يعني من احد يعني هذه العاده احنا نسويها في حياتنا اليوميه، المفروض ها ان ننقطع عن التليفون ونتواصل اجتماعيا في البيت حقيقه وليس افتراضيا. فيحضرني يعني استاذ ماجد السلطان، مصور ما شاء الله عالم كويتي عالمي، هو ما شاء الله نشط في البرامج التواصل الاجتماعي، لكن دائما يحط يعني مثل ستوري تذكير او تنبيه، الان وقت الراحه من التليفون، ساعه بدون تليفون، هو يحطها كذي. مو بس حقه، مو بس حقه، حق الناس يذكرهم. وهذا شوف دور الايجابي، انه مو بس يستفيد حق نفسه الايجابيه، ولكن ايضا يذكر فيها الاخرين. فهذه الطريقه والوسيله راح تعينكم بعد الله سبحانه وتعالى انكم انتم تكونوا اكثر ايجابيه. خل اضيف شغله، شلون انا استرخي واطمن واتفائل إذا أنا تميت أروح أقرأ الأخبار السلبية وتميت كل شوي أبطل وكل شوي أقرأ نطالع الأخبار اللي مو حلوة اللي تزعجنا؟ راح أفقد السلام الداخلي، راح ينعدم عندي الراحة النفسية، ممكن تنعدم عندي. فبالنسبة حق تمريننا شاهد أخبارا سارة، شاركنا أستاذ
في خبر حلو سمعته اليوم أو هالأسبوع؟ أي خبر حلو سمعته حسيته ضاف لك شيء؟ خبر حلو الآن. والله ما يحضرني الآن شيء، لأن في وايد أحداث تحصل، ولا أدري إنه يسمح لي إن أقولها ولا لا، ولكن يعني بشكل عام إن أحد الأشخاص من أقربائي الموجودين عن طريق برامج التواصل الاجتماعي خبر صراحة أفرحني بشكل ما تتخيلين. تمام؟ فدخلت على الستوري، كان منزل ستوري، دخلت عليه، آسف مو هو ستوري، ستوري واحد ثاني، دخلت عليه وإذا بهذا الشخص رفيجي حيل يعني، ولا به ختم القرآن الكريم حفظا. ما شاء الله تبارك الرحمن. أنا شفت الخبر فرحت، والله طرت من مكاني مباشرة، رحت كلمته ودزيت له وباركت له، عسى الله يثبته ويثبت إن شاء الله القرآن وينفع فيه. يعني هذا الشخص طول هالفترة ايش كان قاعد يسوي؟ أنا هذا سؤالي، ايش قاعد يسوي؟ إذا وصل لي هالخبر الإيجابي، وشوفي اثر ما هذا شاء الله. هذا الخبر علي انا وعلى اللي حولي يوم انتشر الخبر، فصارت الايجابيه متداوله بين هالمجموعه هذه. ودائما لما تسمع في إنجازات الناس يصير فيك أنت بعد تبي تنجز نفسهم، أنت تبي تصير أفضل، فالشي وايد حلو. فالتحدي اللي راح نعطيه حق الجمهور هو مو من تحدي برنامج حدد أهدافك كثر ما هو تمرين من تمارين بريق، نبيكم تساعدونا خلال هاليومين تجمعوا لنا الأخبار السارة نعرضها عندنا في أكاونت بريق، نحط كل الأخبار الحلوة اللي موجودة تلقونها كل مواقع التواصل الاجتماعي، أي مكان تلقون خبر حلو دزوا لنا إياه حق أكاونت بريق، أو حطوه في هاشتاجات حدد أهدافك discover your purpose. خلونا ننشر الأخبار الجميلة الأخبار الإيجابية حق متابعينا متابعين بريق. تشارك معنا أستاذ نروح ندور طبعا أخبار سارة؟ طبعا راح اشارك، واذا تسمحي لي اضيف فكره على فكرتكم هذه نطورها شويه. زين، حلو ان الواحد يروح يدور على الافكار الايجابيه او عفوا الاخبار الايجابيه ويرسلها لكم، لكن انا رايي زين ان نسوي بوست، هذا البوست تمام مكتوب فيه ضع الخبر الايجابي. تمام، حلو مثال او اي حلو مصطلح انت تشوفه، لكن حط الخبر الايجابي. فهو دورنا اليوم كواجب نروح نبحث عن هذه الاخبار ونيجي حق هذا البوست ونكتبه تحت في الكومنتس. ليش اكتبه في الكومنتس؟ اول شيء انا نقلت المعلومه وحطيتها في مكانها الصحيح. اثنين، هناك متابعين راح يشوفون هذه الاخبار، يمكن بخبرك هذا يمكن تسعد انسان، يمكن تغير حالته المزاجيه، يمكن تفرحه بهاليوم. تمام، ممكن هو كان ضايق خلقه وانت راضيته بخبر حلو، ممكن تشجعه وتخليه يوصل الى مواصيل الاخبار هذه الايجابيه والانجازات. فانا هذا رايي وهذه فكرتي، اذا تقبلونها فهو كرم منكم، واذا ترفضونها طبعا طبعا. فيعني انتم اكبر واعلى. شلون نطوف هالفرصة؟ هذه فكرة وايد حلوة، راح نحط بوست تحت البوست تكتبون لنا الأخبار الجميلة، وأيضا اللي يحب يحط في أكاونته الشخصي في الهاشتاجات هم حدد أهدافك discover your purpose. فنشتغل من الناحيتين، نحط بالستوري ونحط بالبوست، اللي ما شاف البوست يشوف الستوري عندنا. بالضبط بالضبط. خليني اضيف اضافه صغيره استاذه بالنسبه حق الموضوع الاخبار الايجابيه الان. من ضمن الاخبار الايجابيه، وهذه فرصه اليوم انا ودي اتكلم عنها في حسابكم ولمتابعينكم اليوم، من ضمن الاخبار الايجابيه هم الصحبه. تمام، فهم يعتبرون مصدر اخباري ومصدر تاثيري ايجابي في حياتي. فاليوم فرصة جميلة أن كل واحد فينا يقعد اليوم ويقيم العلاقات الاجتماعية في حياته، يحط ورقة وقلم ويبدي يكتب فلان محمد خالد يوسف يعقوب كلهم، ويبدي يقيم من ضمن الأخلاق العبادات الإيجابية التأثير الحلو الاستفادة منهم، فيبدي يقيم من ضمن هذا التقييم، يبدأ يعرف من الصحبة الإيجابية اللي لازم أعاشرها واحتك فيها أقوى، ومن الأشخاص السلبيين اللي قاعد يأثرون علي في حياتي فأقلل هذه التواصل، ما أقطعها لكن أقللها وأخليها سطحية حتى تكون علاقاتك الاجتماعية بمجملها العام إيجابية والسلبية أقل. فهني تصير أنت فعلاً إنسان إيجابي محيط في مجتمع إيجابي. وهذا الشيء يعني نصيحة وايد حلوة نختم فيها، يحتاجون هذه النصيحة أستاذ، يعطيك ألف عافية. أتمنى الكل أفضل. استفاد من ضيفنا، أذكركم كان أستاذ أحمد بوعركي، يعطيك ألف عافية، معلومات جدا جميلة.
ممكن، أنا متأكدة إن الطلبة وايد استفادوا، وهذه آخر نصيحة روعة إن نختم فيها. أصلح بالضبط. فأذكركم سووا فولو حق كل شيء إيجابي تشوفونه، الأخبار الإيجابية الحلوة، الحسابات الإيجابية الجميلة، وسووا بلوك وأنفولو حق كل شيء سلبي في حياتكم، وشاركونا في أخبار سارة. يعطيكم العافية. تحب تختم أستاذ؟ والله أختم إذا ممكن بثلاث رسائل شكر. الأولى لله سبحانه وتعالى على توفيقه وتيسيره أن جمعنا في هذا اللقاء الجميل أونلاين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن ينفع به وأن ينتشر إن شاء الله ويصل إلى قلوب الناس. رسالة شكر ثانية هي موجهة إلى بريق والقائمين عليها والعاملين فيها على نشرهم، ويعني قصهم من هذا الوقت في حياتهم عشان ينشرون الإيجابية حق الناس ويعلمونهم الطريق الحلو والجميل الممتع، تمام، بواقعيه وليس بخياليه وليس ب يعني تغريد خارج السرب على قولتهم. فالشكر لكم موصول يا بريق على هذا العمل، وصلى الله سبحانه وتعالى ان يكون في ميزان حسناتكم. رساله شكر الثالثه هي كل من تابعنا الان. كل من تابعنا اللي دش وسير علينا وطلع شويه ورجع مره ثانيه واللي ظل معانا كلكم على العين وعلى الراس. شكرا لكم لاستقطاعكم هذه ال 42 دقيقة من يومكم الغالي، انكم ان شاء الله تستفيدون من هذا اللقاء ويكون في ميزان حسناتكم، ودوركم اليوم انكم انتم تنشرون المعلومات اللي استفدتوها حق غيركم، لكن قبل لا تنشرها طبقها في ذاتك ومارسها في حياتك ثم انشرها لغيرك وخليه يستفيد. ما شاء الله، يعطيك ألف عافية أستاذ، ما قصرت. أنا بعد وياك. كلامك خلاص ما عندي كلام أقوله. لا الله يحفظكم، المايك لكم والشكر لكم موصول، واعتذر اذا بدا مني اي قصور او اي زله او اي كلمه يعني ما كانت في محلها. ما من قصور أستاذ، يعطيك العافية. تصبحون على أخبار جميلة، بس ننطر هذه الأخبار توصل لنا إن شاء الله. تصبحون على كل شيء جميل، تصبحون على أفكار إيجابية رائعة، ونشوفكم إن شاء الله في الحلقات الجاية. يعطيكم العافية، مع السلامة. شكرا، مع السلامة، الله يحفظك.